وأول من وضع علم العروض هو الإمام اللغوي صاحب كتاب العين، وهو أحمد بن خليل الفراهيدي، وهو أول من سمي بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو أول من سمي بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وألف كتاب العروض بين جنبات المسجد الحرام فسماه بالعروض، وكان يقصد به أعمدة المسجد الحرام.